مرحبا بكم، عشيتكم مبروكة، مرحبا بالبوبليك. مرحبا بكم اللي راكم تتفرجوا بينا، ومرحبا بالقفة اللي فيها مئات المليون. العين. مرحبا بعائلة مصدوم وعائلة شادي وبابا وماما، فاكرين اللي مغايبين اليوم، وما ننساوش المديرة سي جلالي. مرحبا بك، انت جيتنا مشلف، قدمنا العينة. اشكون نور الدين هذا؟ نور الدين هذا نسيبي. مرحبا بك سي نور الدين، زارتنا بركة. كريمة، كريمة بنتي. مرحبا بك كريمة، صافا؟ اشواق بنتي. اشواق بنتك. وفاطمة اختي. الله يبارك، راكم بيان لاباس؟ الحمد لله. معولين؟ ان شاء الله. إلى كتب ربي ان شاء الله. ان شاء الله، بصح راكم معولين يا اخي. ان شاء الله. هاي ما نور الدين غير هو. مزية جبتوه. مزية جبتوه. والله غير مزية جبتوه. تكلم عليه تكلم عليه. اي ان شاء الله، ان شاء الله بربح. اوه واش جبتوا ناني نشوف جبتوا القريوش. القريوش. وجات سني والله يبارك، يعطيكم الصحة القريوش. ميرسي يعطيكم الصحة، والله غير عائلة شادي. مرحبا بكم وحسين، انتم جيتونا من ميلا. من ميلا؟ من تلغمة. من تلغمة بالذات. هيا شكون هذا السبوع الله يبارك اللي جبتنا؟ شكون هذا؟ زكريا. وليد عمي. مرحبا بك سي زكريا. عبد الملك وليد خالي. صافا عبد الملك؟ صافا بيان. راك بيان؟ والله فوق. الحمد لله، مرحبا بك. حمد. حمد. وليد عمي ثاني. وليد عمك. وسي فاتح. هذا نسيبي. نسيبكم، الله يبارك. واش راكم؟ مرحبا بك سي فاتح. وانت واش جبت لنا؟ شو كش يدير بعيني. هذا ما ورد. اي ما ورد. باش دير به القريوش. ايوا. دوك ندردر عليه. الجوزية. نرشوا بلا، والجوزية، يعطيكم الصحة، ميرسي بوكو الجوزية. هذا ما ورد تقطروه انتوما. اي الله الله. ايه. تاع الدار هذا. ايه تاع الدار. الله الله. هيا دوك نعصروك. هيا محسن وسي جلالي المرحلة الأولى. بون نبداو نخدموا شوية ومن بعد نشم هذا ما ورد. سي جلالي مرحبا بك، أنت متقاعد. متقاعد. واش كنت دير من قبل؟ أنا كنت شاف سيرفيس في محافظة الغابات. مليح. محافظة الغابات. مليح. كونسرفاسيون دي فوري دي شلف. كونسرفاسيون دو فوري. كيفاش راهم الغابات تاع شلف؟ صافا؟ صافا، شلف حنا الغابات سيرتو في الليتورال. فوالا كاين الليتورال. جاي مجات تنس. تنس كيما كي تجي تنس. كاين بزاف سنوبر تماتيك، سنوبر. القوة سنوبر الفوق في الفوق لو شالياج فرنان. كاين في في, في, في بيسا، غابة بيسا. وأنت محسن واش دير؟ أنا كملت قراية تيديون، كملت عندي 3 سنين. شوماج. هاك شوماج؟ أني شوماج. واش درت بصح واش قريت؟ دروا. ما لقيتش. واش نستنى واش راه تحوس؟ حوس انا نحوس وانا نجري. ايه حوس جري، دير سبور. واش مسك؟ نجري على الخدمه ماشي. ما عم بالي دير سبور برك. ندير سبور. ندير سبور. واش من دير سبور؟ عندي شغل نشتي ندير سيكلي بيسيكلاس. من مليحه والله. فوتينغ. مليح السيكليز. مليح. سي جلالي راك واجد؟ نبداو ان شاء الله من غير القط. شكون هو الحيوان اللي نقدر نربيه؟ الكلب. حاجه حاشا السامعين. الكلب. هاو الكلب. زكريا من غير القط وشنو الحيوان اللي نقدر نربيه؟ العصفور. العصفور. تشيو 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 تشيو. العصفور. مية من الناس. العصفور. عبد المالك. حمام. يربي الحمام. دوك نشوفوا مية من الناس اللي يربوا الحمام. لا سي احمد. الحوت. الحوت من غير القط شكون هو الحيوان اللي نقدر نربيه؟ الحوت. راكم ملاح 63 نقطة. سي فاتح. القنون. لابان. القنون. انتم تقولوا القنون. القنون الجنين كل واحد كيفاش. قنونة. لو لابان الجنين. مية من الناس واش زادوا قالوا يا محسن في رايك؟ فكرون بفكرون. فكرون. بابا وماما فكر ما كاش من اليوم. الفكرون بيان سور نربو الفكارين في الدار. زكريا من غير القط شكون هو الحيوان اللي نقدر نربيه في الدار؟ ماشي في الدار. المديره. واش راني نزيد في الدار المديره؟
الكلب، العصفور، الحوت، الارنب، الخروف. الخروف وي وعلاش لا؟ الخروف الخروف اكو مليح. عندك جبتو من بعيدة. عبد الملك الدجاج. الدجاج يا شاورو عائلة مصدور. شاورو احمد بيروكي. بيروكي الكلب، العصفور، الخرو. لا بالك داخلين مع العصفورة. فاطمة من غير القط شكون هو الحيوان اللي تقدر تربيه؟ البقرة. البقرة تفهمنا. سيد فهمتوا على البقرة. البقرة. البقرة 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 نقدر نربوها. الكلب، العصفور، البقرة قالوها ميمنة ما قالوهاش. ممكن البقرة بصح ما قالوهاش. الخروف، الحوت، الهامستير. هامستير شغل جاي شغل فار يديروه في الدار. كاين ميامن الناس يربوا الهامستير. سي جلالي الله غالب. 84 زكريا نور الدين. يلا المرحلة الثانية. صافا نور الدين؟ لاباس والله. انت كوميرسون؟ نعم. واش تبيع؟ واش عندك كوميرس تاع واش؟ كلش. واش كلش؟ لا ميكانيك، لا بيز ديتاشي، كلش. بيز ديتاشي كلش. حاجة اللي كاينة انا. بابا. نبيع لوعالم بها كلش. بصح في الميكانيك، في الميكانيك. لا قال لي دومان. قال لي دومان؟ شحال عندك؟ عندك حانوت واحد ولا بزاف؟ لا تاجر نبيع للناس. تبيع تبيع انت اللي تبيع للناس. انا نجيب لهم السلعة ونبيع. تجيب سلعة وتبيع. متزوج؟ نعم. دراري؟ ثلاثة. الله يبارك. زكريا واش دير؟ اتيديون. فاش؟ اوبتيك ميكانيك دو بريسيزيون. او لا لا بيان. غير متزوج، خاطب، ناوي؟ نو. والو. مازال. سبور واش دير عندك؟ فوتينغ، فوتبول. في الحومة هكذايا؟ بيان سور. تغني؟ تسمع لا ميوزيك؟ كيكي فوا. دي فوا. دي فوا، تسمع لا ميوزيك نور الدين؟ نعم. واش جد روحك سي نور الدين زكريا؟ كي تقعد في قهوة واش تلقى فوق الطابلة؟ صندري. صندري انت تخيل مضر للصحة. طفاية تفضل. كريمة تفضل جيلاني. كريمة كي تقعدي في قهوة واش تلقاي فوق الطابلة؟ نوما سكرية. سكورية. السكورية كاين طفاية صندريي السكورية راكم لح اشوا فناجل القهوة. الفناجل. فناجل ميا من الناس في قسنطينة بسكرة العاصمة وهران. الفناجل. فاطمة الماء. الماء كي تقعد في قهوة واش تلقى فوق الطابلة؟ الماء. مشروبات مقبولة مع المشروبات. سي جلالي هاك في قهوة كاين طفاية، فنجان قهوة، سكرية، الماء. طرشونة. طرشونة. طرشونة في قهوة. طرشونة مقبولة. المنديل نور الدين. جورنال. جورنال ايه. الجورنال محطوط. مية من الناس قالوا راكم ملاح راكم ملاح. كريمة تخدو تربحوا. كي تقعدي في قهوة واش تلقاي فوق الطابلة؟ مغارف. مغرف. مغارف. المغرفة تجيب لكم 86 نقطة ولا ما تجيب لكمش؟ المغرفة. لا. اشوا. ان جاتو. 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 اي اي اي. شاوروا عائلة شادي. فاطمة. راكي في قهوة واش تلقاي فوق الطابلة؟ طفاية، فنجان، سكرية، جورنال، منديل. الكاس اللي نشربوا فيه المشروب. كاس. الكاس اللي نشربوا فيه المشروب. الكاس اللي نشرب فيه المشروب. اي اي جاب لي براو كاين فنجان. اي اي قهوه. شوفوا 86 يقعدوا لعندكم يتفضلوا عند عائله مصدوره ما يستناوش سيرتو نور الدين. اوكي. سي فاتح اكي قهوه واش تلقى فوق الطابله؟ مزهر. 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 ناب. ناب. اي قولوا سي جامي. مزهر. مزهر. محسن. السؤال من فضلك. معليش. كي تقعد في قهوة واش تلقى فوق الطابلة؟ هيا خويا. نقول كما قالوا الجماعة مزهر. كما قالوا مزهر. أنتوما جبتوا ما ورد. اسكو الزهر في مزهر؟ قالوها ميا من الناس ولا ما قالوهاش؟
مازهر لا اي 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 86 مبروك لعائلة مزدوعة ويضحك نور الدين. دوك نشوفوا لفتات مية من الناس سمح لي وعرة لفتات تاع كرواسون ولا بون كو غير قالوا كرواسون ما يقولوش فتات معليش معليش دوكا راكم ايكيليبري عبد الملك شعره وقف عبد الملك كريمة المرحلة الثالثة مرحبا بكم كريمة الوغ كريمة قاعدة في الدار غير طيابات المواكل انت اللي درتي القري واش لا لا شي انايا عمتي الله يبارك عبد الملك واش دير نتايا بوستي انت بوستي تخدم في البوستة وين تخدم في الكيشي داخل فاكتور فاكتور برافو فاكتور جوز كاسكيطة كاسكيطة جو فوالا وقالوا لي تكتب تكتب عندك ان جورنال انتيم سما واش نكتب الموقع الالكتروني واش تكتب واش تكتب؟ نكتب نقعد في الليل هكا نكتب كل اي حاجة كل هكذا شغل حاجة برونشاتك في النهار تكتبها نكتبها مليح ونقدروا نقراوها تقرا عندي بزاف يقراوا لي الله يبارك عندك دي شحال عندك من الناس يقراوك كل يوم ولا قراوا لي دي فو هكا نطلق حاجة تلقاي 700 800 الله يبارك يعطيك الصحة عبد الملك ودوك نقراوا نشوفوا نتايا واش ان شاء الله متزوج؟ ايه دراري؟ عندي طفيل منصف الله يبارك ربي يشدهم متزوجة كريمة شحال عندك من دراري؟ دراري شحال؟ خوا الله يبارك قباح شوية شوية باينين بانوا لي قباح ما على باليش باش واش دور روحكم الإجابة هنا مضروبين في زوج باش تعاودوا تطلعوا ولا راكم تقريبا كيف كيف واش هما الحوايج ولا الأشياء اللي ما تحبش تديرهم كي تكون عيان الشغل الشغل لازم هكذا الشغل احمد واش هما الحوايج اللي ما تحبش ديرهم كي تكون عيان خدمه ما يحبش يخدم انا نعرف كاين ما يحبوش يخدموا ممكن ما يكونوش عيان الخدمه مية من الناس اشواق ما نحبش نقرا تحبيش تقراي ما تحبش تقرا ما تحبش تقرا كي تكون عيان تفضلي دراسه تفضلي تفضلي فاطمة شو ما الحوايج اللي ما تحبش ديرهم كي تكوني عيانة؟ تحواس ما نقدرش نحوس راني عيان ولا عيانة مية من الناس واش قالوا؟ التحواس الخرجة خرجة سي جلالي راك عيان واش الحاجة ما تحبش ديرها؟ ما نبغيش نسوق ما نحبش نسوق ومادا بيك ما تسوقش باسكو الله يقدر بي تقدروا ديروا ان اكسيدون ولا ما قالوهاش مية من الناس نور الدين ما نديرش رياضة ما ديرش رياضه ما نديرش سبور انا عيان ما نقدرش ما قالوهاش مية من الناس عندك الحق بالك قالوها ماشي بزاف عايزين تشاوروا تفضلوا كريمه واش هي الحاجه اللي ما تحبيش ديرها كي تكوني عيانه نحبش نهضر ما نحبش نهضر ما نحبش نهضر كي نكون عيان الهضره مازال ما جبتوش طوب اجابه اشواق اكي عيانه واش الحاجه ما تقدرش ديريها ولا ما تحبيش ديريها اشواق اشواق يا شادي 74 نقطه اجابات مضروبين في زوج واش الحاجه اللي ما تحبش ديرها ولا ما كي تكون فريمون عيان صفاته ما نحبش نخدم قالوها ما نحبش نقول والو ما نحبش نضحك هكا ما تحبش تضحك زكريا ما نحبش نضحك نشنب واش تقول زكريا محسن ما عندكش بزاف ما نحبش نسمع الحس ما نحبش نسمع الحس سي بون ما نحبش نسمع الحس قالوها مية من الناس ولا ما قالوهاش ما نحبش نسمع الحس ما قالوهاش طوب اجابه لا مصدول لا جدي حتى واحد ما لقى ما نحبش نتلاقى مع اصحابي ما نحبش نروح نلعب وما نحبش ناكل هاي 160 لعائلة مصدور وانتم دوكا راكم تقولوا سي بون خلاص خلاص تعلينا وش بيك عبد المالك وش مية من الناس ها احمد دوكا الاجابات مضروبين في ثلاثة على بالك دوكا يا تسلك يا تعمي احمد واشواق المرحلة الاخيرة ما
واش ديري يا شواق؟ اتيديون ديزيامانيون جيني سيفيل. جيني سيفيل وديري لا كوافير اوسي. واش تحفي هكذايا تما؟ واش عندك حاجه؟ ان سالون دو كوافير مع امي. داكور. يمك تما عندها سالون دو كوافير تي تعاونيها. نعم اكزاكتومون. ديري شامبوينوز ولا واش ديري؟ تو. كلش؟ عندك ديبلوم ولا ما عندكش؟ لا موهبة من عند اي تعلمتي هكذايا بيسك فوالا. اوكي. وتحبي السفر؟ لي فواياج؟ تحبي الفواياج؟ كاع نحبهم. أحمد تحب لي فواياج؟ شوية. شوية ها؟ شفتي هذا ما يحبش. وأحمد واش دير نتايا؟ كوميرس. واش عندك حانوت ولا؟ سيبر كافي. سيبر كافي. فوالا وتحب المطالعة؟ واش؟ بيسك مطالعة في الإنترنت. لا في الإنترنت. دوكيمونتاسيون. شحال عندك أمي فيسبوك؟ ما عندكش. بالك 3000. 3000. راك مشيور. راك معروف. واش دير روحك؟ أشواق؟ أحمد؟ الإجابات مضروبين في ثلاثة. يا تجوزوا يا تبقاو على خير. واش اللي يخليك تغيب على الخدمة بلا إذن؟ المرض. 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 قالوا أمية من الناس المرض. المرض طوب إجابة. 129 نقطة. انتبهوا. فاطمة واش اللي يخليك تغيب على الخدمة بلا إذن؟ الطوموبيل تحت أون بان. طوموبيل تحت أون بان. طوموبيل تحت أون بان. قالوا أمية من الناس ولا ما قالوهاش؟ هيا يا يا سي جلالي واش يخليك تغيب على الخدمة بلا إذن؟ هيا يا يا تشاوروا على شادي. ما كاش ترونسبور. ما كاش ترونسبور. ما كاش ترونسبور. ردوا بالكم. ردوا بالكم. ما كاش ترونسبور. قالوا أمية من الناس. هيا يا 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 قعدوا لكم ربع إجابات. عندكم واحد الزهر ربع اجابات تقدروا تربحوا. الزهر جاكم. اي. يا ما تقدرش يكون زهر اكثر من هكذا. فاتح واش اللي يخليك تغيب على الخدمه بلا اذن؟ لا سيركيلاسيون. سيركيلاسيون. موفي طون. موفي طون. جنازه. الله يقدر ربي جنازه. ارجونس. ارجونس. محسن 129 نقطة. يا يروحوا عائلة مصدور يا انتم اللي تقعدوا. نقول جنازة. جنازة لا يقدر بي جنازة. قالوها مية من الناس المرض. 129 نقطة. الجنازة مقبولة ماشي مقبولة. الجنازة 180 نقطة. وزادوا قالوا مية من الناس المرض. العيا ماتش. وخرجة عادوا مية من الناس. مزية قلت مزية خلوا مية. 264 لعائلة شادي. آي 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 عائلة مصدور. ما الله غالب. صفوا عليهم. سي جلالي نور الدين كريمة أشواق فاطمة نشكركم. كثر خيركم يعطيكم الصحة. أما هنا نتلاقاو مور لا بوب. والله غير ما ورد هو. والله غير ربحت هو. والله غير قعدت. 200 كيفاش؟ ربحنا على الماور. والله غير ورد. مقبلة واسمه المزار بصح ما ورد راه طربيتو. 264 في 100 ولوزو جملاين و 640 الف بصح انتوما ما جيتوش على ملايين. جيتو باش تربحوا 100 مليون. ان شاء الله. باش تجيبوا 100 مليون لازم لكم 200 نقطة ويلزم لكم طوب إجابات. طوب إجابة تجيب لكم 10 ملايين، زوج 20 مليون، 44 مليون و 500 مليون مهدي من طرف لكوش بين بيز وسيفيتال اليو. شكون راح يتفضل معنا؟ محسن وعبد الملك. شكون يروح يسمع الموسيقى؟ هيا تفضل عبد الملك. محسن تفضل هنايا. فوالا هنا هنا فوالا ها هنا شوف قابل ليكرون. دوك يلبسوا خونا عبد الملك. شوف عندك 20 ثانية خمس أسئلة. إلا حصلت في واحدة قول لي نجوز فوالا باش ما نضيعوش الوقت. ايه هكذا الوقت بين يديك. محسن بالرباح ان شاء الله. ماشي. طب اذكر نوع الكاطو الحلويات يتقلى في الزيت. مقروض. واش اللي يزيد في السومه كيقرب رمضان؟ السكر. واش ما نضارب الاماكن اني نروح لهم ولازم ندي معايا كابا؟ حمام. واش ما الاختصاصات اللي نلقاوها في سبيطار مستشفى؟ امراض القلب. من غير الورق على ماش يرسم الفنان؟ معليش. معليش معليش برافو.
لكم نوع الحلويات الكاطو يتقلى في الزيت. قلت لنا المقروط. هو لا قلت الزلابيه بصح ما على باش المقروط يتقلى في الزيت. كاين اللي يتقلى كاين ما يتقلاش. اي 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 خمسه واي عندك حق بالك الزلابيه كاطو ولا القريوش. واش اللي يزيد في السمك يقرب رمضان؟ قلت لي السكر. هو يزيدوا في كل شيء. اي اي وش ما الاماكن الضرب اللي نروح لهم ولازم دي معايا كابا؟ قلت لي الحمام. هي كاين الحمام كاين سبور كاين بزاف دوك نشوفوا. فواياج 29% صافا. لا 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 بس وش ما الاختصاصات اللي لقاوها في السبيطار؟ امراض القلب. امراض القلب كارديولوجي امراض القلب. 100 من الناس قالوا امراض القلب ولا ما قالوش. 13% من غير الورق على ماشي يرسم الفنان ما لحقناهاش. كناش معليش معليش. تفضل محسن عبد الملك. عبد الملك هاي اخويا هاي هاي اخويا هاي هاي حلات لك واقيلا جا فورا. تفضل هنايا اجي هنا اسنا شوف هكذا فوالا. عندك 25 ثانية خمس أسئلة. إذا سمعت هذه الإشارة أعطيني إجابة خلاف ولا قول لي نجوز باش ما نضيعوش الوقت. الوقت بين يديك يا خويا كما تقوليش نجوز نقعد نستنى فيك وتاكل من الوقت. أوكي. عبد الملك هاك واجد يعني فور بالرباح إن شاء الله. طب أذكر نوع من الكاطو الحلويات يتقلى في الزيت. مقربشات. واش اللي يزيد في السمك يقرب رمضان؟ السكر زيت. واش هما نضارب الاماكن اللي نروحو لهم ولازم ندي معايا كابا؟ الحمام السوق. واش هما الاختصاصات اللي نلقاوها في السبيطار؟ جوز. من غير الورق على ماشي يرسم الفنان الحطبه هكا. واش هما الاختصاصات اللي نلقاوها في السبيطار؟ عبد الملك انت صحيح ما تروحش السبيطار. واش هما الاختصاصات اللي نلقاوها في السبيطار؟ هو قال امراض القلب. دوكا كي خممت واش كاين اختصاص امراض ورال ورال مثلا. طب اجابه الامومه والتوليد جينيكولوجي. من غير الورق على ماشي صن فنان. واش قلتي على الحطب؟ على الحطب دوك نشوفوا على الحطبه 21% بصح. طب اجابه القماش. أذكر نوع الكاطو الحلوى تقلى في الزيت وأقل مقروض. وأنت قلت قريكشات قريكشات على بالك شغل قريوش بصح هكذا 25%. طب إجابة على بالك شنو؟ الصمصة. الله يبارك الله يبارك. شوف منها وش هما الأماكن اللي نروحوا له لازم ندير معانا كابا. وأقل الحمام. ومن بعد أنت قلت السوق تروح السوق بالكابا بالصاك شويه سبور دي سبور. 100 من الناس قالوا البحر. لو كان قلت سبور بالك سقساهم في الصيف. واش اللي يزيد في السمك يقرب رمضان؟ وقال السكر جاكم كاع السكر حلو. وما انت قلت الزيت دوك نشوفوا شحال قالوا على الزيت. لا زيت لا سكر. 100 من الناس قالوا الخضره. هادو 100 من الناس. عايش هادي سي محسن تفضل قدامي تفضلوا الباقيه. عبد الملك زكريا سي فاتح وحمد عندكم 2,640,000. نولوا. يعجبني بوت تولوا ولا ما تولوش؟ تولوا. اما لا وليوا اما احنا نوليوا معاهم ان شاء الله ونقول لكم الله يفرقنا بلادهم حصل يا بن عاد. قدم لكم هذا البرنامج برعاية سيفيتا.